جوليبا عبد اللطنطي الذي سجل الهدف يلعب لفريق اندرلخت البلجيكي. يا سلام، جول جول على الطائر، رمى فيها يمضي ثاني الاهداف الزامبيه بهذه الطريقه. تابعوا، شوف الكره التي ارتدت اوبا في الشباك، قويه ملتفه، طريقه ضرب الكره رائعه، طريقة ضرب الكرة بهذه اللمسة الجميلة، لم يضربها فقط وهي هكذا مثل ما وصلت إليه بالحولها جانبية هكذا. يا سلام يا إيمانويل يا باندا، هدف عالمي. إيمانويل باندا والآخر يمضي، عودة يستتم بالسرعة، يخطف كرة منتخب زامبيا، المنتخب الزامبي في محاولة تلعب كرة بشكل ممتاز. 1-0 1-0 كارلونغا، 1-0 التقدم الزامبي امام الاعاده مره اخرى. كوره مررها ايمانويل باندا بشكل ممتاز، باتجاه باند سمباكا ترسل كره طويله، حاول الزامبيه شيلوفيا يلعب كره عرضيه بحاول خطيره، هون هدف يديه، الهدف يديه للزامبيين. كوره من ايمانويل باندا، باندا ارس سيكو باكامارا امام المحاوله الزامبيه، ورأسية تذهب لخارج الملعب. شوف الإعادة مرة أخرى، كرة لصالح المنتخب الزامبي، تشيلوفيا يلعب كرة عرضية، رأسية من إيمانويل باندا بعيد لمرمى المنتخب الغيني، ضربة مرمى لصالح غينيا. مصر واللقب كان مصري، بعد فوز المنتخب المصري في النهائي لكوت ديفوار 2-1، تسديدة قوية ثاني، الهدف الثاني كان قريب لو كانت في المرمى. هذه من ايمانويل باندا، المخرج الثاني تشيلوفيا، من محمد كامارا يضغط المنتخب الزامبي في مناطق المنتخب الغيني. كرة عند ايمانويل باندا، ممتازة التمريرة في العمق ولكن تخدم في اللحظة الأخيرة اللي سجلها باتسون باكا. كرة بينية ضرب بها دفاع المنتخب الغيني، المنتخب الغيني عنده مشكلة كبيرة في العمق الدفاعي. مراوغة ممتازة من ايمانويل باندا، التغطية من تشيلوفيا، إمارة تشيلوفيا باتجاه اللاعب تشيلوفيا، ينطلق الان ايمانويل باندا، ايمانويل باندا يلعب كره في اليمين، هجمه زامبيه سريعه، ممكن تشييد كره طويله يسترجعها منتخب زامبيا. منتخب الزامبي يبدا الشوط الثاني باداء سريع، كره تلعب داخل المنطقه، الهدف الهدف هو الهدف هو مرة سمراء. ومثل هذه المنافسات ولاده للنجوم، وطبعا مصر سامويل ممتاز، دفاع المنتخب المالي يوقف هذه الهجمات، ولكن سرعة كبيرة زامبيا، فرصة متاحة اللاعب المالي دياكيتي، وفرصة متاحة في كرة زامبيا للهجوم، خطيرة خطيرة خطيرة، الثاني جول جول. النتيجة 3 أهداف زامبيا مقابل هدف لمصلحة المنتخب المالي في شوط مثالي قوي وممتع ومثير. الزامبيون في الوقت بدل ضائع، كرة تمر أرضية بهذه الطريقة، مرت من الجميع. كالا الذي سجل هدف التعادل والهدف الأول، عفوا البطولة قد انطلقت. كرة إلى الهجوم في فرصة متاحة خطيرة، والخامس الخامس، نعم السابع لم يأتي في هذه الكرة، تألق من حارس المرمى المالي. مرة أخرى قنابل صواريخ، الزامبي من سكالا للباك الشمال ناحية شيلوية، أمامية سريعة، الهجمة لباندا أمامية لناصر ماهر، تحضير بهجمة ومهارة فردية عالية من مزوندا، ودفاع ممتاز بخبر من سمى جلال، هجوم عكس في نص الملعب، تصل لسكالا لإيمويبو، سرعة لمنتخب زامبيا سريعة اليمين، السرعة موجودة خطيرة، منتخب الطورة سرعة زامبيا، استلم بهجمة عرضية على اليمين خطيرة سريعة،
لاعب زامبيا يحاول الآن يجتهد حاولة طيبة ولي فرصة والهدف الأول. اللقطة الرائعة فاشيون جونيور سكالا وتصويبة تمر بمحاذاة القائم بعد تمريرة رائعة من اللاعب باندا الزامبيون والخروج بها وبشكل رائع. يا سلام على هذه التوليفة لكنها تنتهي داخل الشباك. يمنون النفس للحصول على اللقب لأول مرة. فرصة والهدف. تدخل موفق من ديارة اللحظة الأخيرة بعد ما رفع اللاعب الكرة بالحارس لاعب دكا صاحب الهدف الأول. كرة زامبيا أكثر راحة المنتخب الزامبي يلعب يتوغل والتمريرة